يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الذي يوضع في البنك لحفظه كما هو معمول به الآن، هل هو من باب الوديعة أم كيف يخرج، حيث إنهم يرجعون لي بدل مالي لا عينه عند طلبي له؟ هذا هو الأصل، أنه وديعة، الأصل أنه وديعة، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيه، إلا أن لهم أن يطالبوا بالأجرة على حفظه، لهم أن يطالبوا بالأجرة على حفظه، أما أنهم يدخلون ماليتهم ويبيعون ويشرون إذا جيت عطوك بدله، هذا لا يسمى إيداعا، لكن الضرورة الآن تقتضي التسامح في هذا، الضرورة الآن الناس عندهم أموال كثيرة ويخشون عليها، ولا مكان مأمون إلا البنوك، فلهم أن يودعوها عند البنوك للحفظ، فإذا تصرف البنك فيها فعلى مسؤوليته هو، على مسؤولية المودع، المودع ما أعطاه إياه ليتصرف فيها، وإذا كان البنك يقول لا أنا ما بحافظها إلا بمقابل، نقول خذ أجرة، خذ أجرة على صاحبها. نعم.